الحمد لله. قال الإمام البيهقي رحمه الله تعالى في الجامع لشعب الإيمان، وما زلنا في الكلام عن من لبس ما يقول، فصل فيما يقول إذا لبس ثوبا. قال رحمه الله: أخبرنا أبو بكر الفارسي، وذكر السند إلى حسين بن مالك، أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كسى سائلا ثوبا كان في حفظ الله عز وجل ما كان عليه قطعة. الله أكبر. ثم قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وذكر السند إلى إسحاق بن سعيد أنه قال: حدثنا أبي قال: حدثتني أم خالد بنت خالد أنها قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بثياب فيه خميصة سوداء صغيرة، فقال: من ترون أكسوه هذه؟ فسكت القوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائتوني بأم خالد. قالت: فأتي بي فألبسنيها بيده وقال: أبلي وأخلقي، أبلي وأخلقي. قالت يقولها مرتين. قالت: وجعل ينظر إلى علم في الخميصة أصفر وأحمر ويقول: يا أم خالد، هذا سنة. قال: والسنة بلسان الحبشة الحسن. ثم قال: رواه البخاري في الصحيح عن أبي الوليد. ثم قال: ورواه ابن مبارك عن خالد بن سعيد، وذكر السند إلى أم خالد أنها قالت رضي الله عنها: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي رضي الله عنه وعلي قميص أصفر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سنة سنة. قال عبد يعني الله جميل وهي جميل، بالحبشية: حسن حسن، حسنة. نعم. قالت: فذهبت ألعب بخاتم النبوة فزبرني أبي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبلي وأخلقي، ثم أبلي وأخلقي، ثم أبلي وأخلقي. قال عبد الله: فبقيت حتى ذكر. الله أكبر. ثم قال: أخبرناه أبو عبد الله الحافظ، وذكر السند إلى حبان بن موسى، قال: أخبرنا عبد الله، ثم ذكره، قال: فذكره. قال رواه البخاري في الصحيح عن حبان، ثم قال: فانتهى الفصل. الله أكبر، جزاك الله خير. نبقى عن هذا الانتهاء، ونتعجب إن كنت تعجب فتعجب من قياس الأولى عند الاحتجاج بخبر الأحد، عجيب. وذاك فضل الله يؤتيه من يشاء، أعلم أن العلم إلهام، وأعلم أيضا أنه لا يؤتاه إلا من صدق الله جل في علاه في السير إليه. انظروا إلى هذا الاحتجاج، وقيم لي هذا الاحتجاج أيها الفارس، فارس الميدان الناعم الدرعمي، كيف لا يكون خبر الواحد حجة؟ والله يقول: وما أرسلنا من رسول، ورسول واحد، ورسولنا واحد، أقام الله به الحجة على البشرية جمعاء. قل لي كيف تجد هذا الاحتجاج يا نعم؟ نسأل الله أن يبارك فيه وله علي. وله علي، عجزت فعجزت فخلطت حقيقة، ما شاء الله تبارك الله. يعني نعم، هو أصلا من الأدلة العظيمة التي يستدل بها على ذلك، لكن الناس كأنهم لا يفقهون. إسماعيل بن الويس ونفسه أبو سلمة بن موسى المنقري. نعم، جزاكم الله خيرا. أقول لإخوتي الكرام في هذا الباب ختاما له، فيه أيضا فضل الثياب، وفضل أيضا الدعاء لمن رزق الثياب، وفضل الفرش والوسائد. يقول سلم: من كسى سائلا ثوبا كان في حفظ الله عز وجل ما كان عليه قطعة. وإن كان الحديث يمكن أن يكون فيه كلام، لكن أقول هذه المسألة فيها نظر كثير. منها أولا: من كسى سائلا، أنه لم يرد السائل، وهذا فعل أهل الجود والكرم، والله جل وعلا يحب من العبد أن يكون جوادا كريما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك. قال ابن عباس رضي الله عنه وارضاه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل القرآن. وكما قلنا في قاعدة عقدية مهمة جدا، ألا وهي: أحمد، أين أبو عبد الله؟ أين هو المريض؟ أين هو؟ أين هو؟ متغيب ولا إيش؟ متغيب يا سيدي، ليه؟ سليم البقل إن شاء الله. يعني لا سيدي، كان هنا سيدي. متغيب؟ كان هنا، كان هنا وذهب إلى هناك؟ اتصل بي وقذني. الله يرضى عنه يا رب. أين هو بقى؟ أين هو؟ لابد أن يجيب، وهذه خاضعة لقاعدة من الأهمية بمكان. قاعدة عقدية سيدي؟ طبعا سيدي. أحب ما يتقرب به الله كلامه. طيب جيد، هذه قاعدة. أين هو؟ أين هو الصعيدي؟ أين هو؟ هي فيها أمور. الأمر الأول: إن الله يحب أن يرى آثار أسمائه الحسنى وصفاته العلى على عباده. والقاعدة الثانية: قاعدة قياس الأولى، كل كمال يتصف به المرء فالله أولى به.
فإذا اتصف بالجود والكرم فالله أولى أن يتصف بالجود والكرم. من كسى سائلا ثوبا كان في حفظ الله. وأيضا هنا إن النفع المتعدي عند الله أعظم أجرا وأوقع مكانا عند الله جل في علام النفع الذاتي. فشوف هو لما كسى سائلا يعني كفاه وأعطاه وجاد عليه، فالنفع تعدى لغيره لكفاية الخير بسد الخلات وقضاء الحاجات، فكانت المكافأة كان في حفظ الله جل في علاه. قال ما كان عليه قطعة، وهذا أيضا تبين لك أن الصدقة الجارية تكون جارية إن استدامت. نعم، اللهم لك الحمد حتى رضاك، الحمد لرضيك، والحمد بعد رضا، أنت أرحم الراحمين. الحمد لله على رزق الله، الحمد لله، الحمد لله. وهنا أيضا فيه أن أم خالد بنت خالد قالت أتى النبي صلى الله عليه وسلم بثياب فيه خميصة سوداء صغيرة، فقال من ترون أكس هذه؟ فسكت القوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتوني بأم خالد. هي كانت صغيرة طبعا، عشان تعلم هي كانت صغيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ألبسها فكانت صغيرة. نعم، قال ائتوني بأم خالد فأتي بها فألبسنيها بيده. شوف قال فألبسنيها بيدي وكانت صغيرة السن. قال أبلي وأخلقي، أبلي وأخلقي، وقالها أكثر المر. وهذا الدعاء الذي إذا رأيت لأخيك أو على أخيك ما هو جديد قل له تبلي وأخلف الله، قل له هذا، فإن هذا فيه الخير الكبير أن تقول ذلك، تبلي وأخلف الله. استننت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا تمنيت أن, 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 أن يعيش طويلا وأن يستخدم نعيم الله عليه ويكون من الشاكرين ويخلف الله. لأنه طبعا أنا أقول من أين الدعاء في قولي تبلي وأخلف الله، أنه دعاء له أن يكون من الشاكرين أيضا، أن يتمنى أن يتمتع بنعم الله وأن يكون من الشاكرين. ضمن هذا فيه الآن النواعم، أين محمود؟ أين ذهب؟ يعني اتصل فيك ونام؟ يلا دكسي. أنا بريني يعني الأمر السادسي هنا لما أخلف الله هذا دل على أنه شاكر، لأن الله قال نعم هي عندك يعني هي عندك هي عندك. قال الله تعالى إن شكرتم لأزيدنكم والزيادة لا تكون إلا بثبات، صحيح. فهذا ظاهر جدا أنه عندما قال تبلي ويخلف الله يعني تحمد ربك فيخلف عليك، لأنك لابد أن تشكر نعمة حتى تزداد، صحيح ولا لا؟ فإن مع الشكر ثبوت النعم وزيادتها. ينظر إلى وهو جعل ينظر إلى علم في الخميصة أصفر وأحمر ويقول يوم خالد. هذا سنة وسنة بالحبش يعني حسن. هذا أيضا فيه مسائل فقهية مهمة. وش هي؟ هذا مليء، هذا الحديث مليء. وش هي؟ وأيضا جواز النطق بغير باللسان بغير لسان العربية، قال سنة بلسان الحبشة. وأيضا فيها أن الصغيرة يعني لا جاز أن 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 يمسها غير المحرم. عمرو رضي الله عنك حبيبي، وأنا أحبك الله. وغضبت المرء يفهم. ونعم ممتاز. وفيها كما قلنا فيها كثير من الأمر أيضا الكلام على جواز لبس الأحمر إن كان أعلاما، ولذلك هذا يؤول قول الراوي فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء لم أرى أجمل منها. أرجو أننا يعني طيب إن شاء الله أنا بعد الظهر يعني هيكون علينا السنة الخلال وأيضا البخاري نختم الباب حتى إذا كان العصر يكون باب آخر منه، وممكن نأخذ معه الدارمي حتى أيضا نصل إلى مسألة أن نعطي الصيام من الدارمي. شوف قال أيضا صاحبنا الأصولي قال ويجوز مخاطبة الأجنبية، وهذا صحيح في هذا الباب، لكنها كانت صغيرة وكان ومسها هو النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ألبسها ذلك. نسأل الله جل في علاه أن يعني يحسن إلينا بفتح الفهم، لأن عمر الخطاب كان يبعث أبي موسى الأشعري يقول الفهم فيما يأتيك. هذا المستنبطة مع الشكر الزيادة، النفع المتعدي عند ربنا أعظم من النفع الذاتي، فضل حسن خلق النبي بالتواضع والإحسان والبر، ويقول لها سنة وألبسها إياها عندما أتت.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم فكن ما حييت ضنينا به فظنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم فإن الهموم بقدر الهمم.